عبد المجيد تبون ولد في 17 نوفمبر 45 بمشرية في ولاية عامة. 8 أشهر بعد ولادته تنقلت عائلته من ولاية عامة للعيش في سيدي بلعباس نتيجة لمضايقات المستعمر الفرنسي ضد والده المنتمي لجمعية العلماء المسلمين. تحصل سنة 65 على شهادة البكالوريا. كان تبون من بين 37 مترشح فقط الذين فازوا بمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة من أصل 600 مترشح، تخرج منها سنة 69. في مرحلة ما قبل وصول بوتفليقة إلى سدة الرئاسة عامة 99 تقلد عدة مناصب سامية في الدولة وكان واليا لأدرار وديارة أمة تيزي وزر. ارتقى بعدها تبون إلى مصافي الوزراء من وزير للاتصال ثم السكن والتجارة قبل أن يعين وزيرا أولا يوم 24 مايو 2017. 3 أشهر فقط من توليه الوزارة الأولى تم إبعاده من طرف العصابة بعد أن أعلن الحرب على رجال المال المفسدين. 8 أشهر بعد حراكة 22 فيفري الذي أسقط حكم بوتفليقة أعلن تبون في أكتوبر ترشحه لرئاسية 12 ديسمبر 2019. تضمن برنامجه الانتخابي 54 التزاما لتأسيس جمهورية جديدة من بينها مراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات والفصل بين المال والسياسة واسترجاع الأموال المنهوبة. تحصلت تبون على ما يقارب 5 ملايين صوت في انتخابات الرئاسة بنسبة إجمالية قدرت ب 58.15%. أصبح ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.